بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد المرون، حكم فيدرالي سابق في البطولة الوطنية. غادي نتكلموا على الحالة ديال المباراة ديال المغرب التطواني والرجاء البيضاوي. الحالة اللي وقعت، وهذا الجميع كيتكلم بها، سواء عبدو ربيه، وهذيك اللقطة راه تداولتها مع بعض الأصدقاء ديالي حكام سابقين وبعض الإخوان اللي كيهتموا بالتحكيم. نقدر نقول لك بالإجماع، يعني واحد 90% ولا 95% كلهم كيقول لك الإصابة مشروعة، إلا بعض الإخوان خلاو على أن هذاك الخط بحقيقة كان خط مشوه، خط ماشي معقول، اللي خلى ان باش تلغى الاصابه. انا كيبان لي الحكم هو حسب الاصابه واعلن على الاصابه، هو وحكم الشر ديالو الى به كيسمع المنادى ديال الحكم الفار كي يلغي الاصابه. بعد واحد الفتره الزمنيه اللي كان فيها اربعه ولا خمسه ديال الدقائق هما كيشاصروا مع بعضهم وفي الاخير كيلغي الاصابه، كان على الحكم على انه هو ينتقل الى الفار باش يتاكد وليطمئن قلبي وباش يطمئن حتى الجمهور او الا كان عنده شي مراقب باش يبين على انه هو انتقل للفار باش يتاكد على ان الاصابه فيها تسلل. ولكن الحكم ما قامش بهذا الدور هذا، بعد بان لي على ان الحكم اللي كان في الفار كياكد له كيقول له الله اعلم اللي يوصلني، كيقول له الاصابه مرفوضه راه فيها التسلل وقنعوا. وهذا كنعاودها ونكرر، كان على الحكم ينتقل للفار ويتاكد. وهنا بالاجماع ان هنا الحكم رفض واحد الاصابه اللي هي اصابه معقوله ومشروعه. الجميع عملت مفجوده، ولكن باقي خصها من هذه القضيه ديال الفار. راه بس بغيتي يكون عندك واحد الفار اللي كي يحيد لك المشاكل وكيعطيك الحقيقه، اولا باقي خص الكاميرات في الملعب، ثاني حاجه خص اللي غيكون في الفار خص يكون عنده واحد تكوين عالي، يعني كنقول تكوين عالي باش يمكننا على اننا نحيدوا المشاكل. ولكن الفار في المغرب في البطولة المغربية زاد مشاكل في مشاكل، ولا حكام الفار هما اللي كيلغيو وهما اللي كيقروا، بقى حكم الوسط إلا مع احترامتي للحكام كواحد البيدق. ولكن لا، الحكام ضروري كيخصك تكون عنده واحد الجرأة، واحد كنقولوا واحد القناعة، يعني بس يحاول انه ما يضيع حتى شي فريق كيفما كان نوع هذا الفريق. فيما يخص القضيه ديال الفار، هي شركه اجنبيه هي اللي كتسير هذا الفار في البطوله المغربيه، ولكن التقنين كيبقاو تقنين مغاربه، هما اللي كيحددوا ذاك الخط اللي كيبين واش كاين تسلل ولا ما كاين تسلل، واش كاين خشونه، واش كاين واش كاين. مع الاسف كيخصهم يكونوا أجانب هما اللي صاروا على ذاك الخط، أن محايدين وغادي يعطيونا الحقيقة ما يوقع في الملعب. حاجة أخرى اللي غادي نزيد نأكد لك من هذا المنبر هذا، وهذه رسالة للجامعة وكنقولها وكنعاودها، أن يجب على الجامعة باش نكونوا شي شوية واضحين معاهم في التدخل ديالنا. الحكام اللي كيوصلوا 45 سنة وهذيك الفئة هما اللي خصنا نجيبوهم ونكونهم في الفار. لا يعقل حكم اليوم في الفار بثلاث أيام غدا خصو يصبح في أكادير، من بعد خصو يصبح في مراكش، هذا الشيء حتى هو عنده تأثير على 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 الحكم، عنده تأثير على الحكم. فلهذا أنا أقول وأؤكد أن بس إلا بغينا ننجحوا في الفار وزرع كاميرات كثيرين ونكونوا حكام خاصين في الفار،
وهما ديك الفئه اللي كيتقاعدوا، هذه من جهه. وباش نزيدوا واحد الكلمه باش ما تنسالاش ما تنساليش، هذا القيل والقال اللي كيوقع دابا، فواحد النداء، واحد النداء للجامعة الملكية لمباراة كرة القدم، يجب على هذه لجنة التحكيم الاستقلالية ديالها، يجب على الجامعة لجنة التحكيم تكون مستقلة، يسيروها الحكام وتكون تابعة شي وزارة. أنا اليوم الحكام بكل صراحة، اليوم الحكام تحت رحمة رؤساء الفرق بكل صراحة، وهادشي لا يعقل. إلا بغينا نمشيو بالتحكيم مزيان، الاستقلالية ديال التحكيم فحال اللي كاينة استقلالية عندنا في القضاء، وتكون تابعة شي وزارة الشباب والرياضة، والمهم الجامعة هي كتعرف ما يقال. دابا الفرق كتدخل في التعيينات، وهذا القول ديال الناس اللي قدموا الاستقالات ديالهم، سواء من المديرية التحكيم، سواء أخيرا رئيس لجنة التحكيم. قال لك أسيدي اللي سمعنا الضغوطات ديال رؤساء الفرق، وعلاش كنقول أنا خص الاستقلالية ديال لجنة التحكيم، الاستقلالية ديال لجنة التحكيم، بس إلا بغينا نمشيو لقدام وتكون عندنا جميع الإمكانيات اللي موجودة دابا، وإن شاء الله غادي نمشيو لقدام إلا عملنا بهذه الطريقة هذه ديال اتحاد طنجة مع بركان. هذيك اللقطة كل شيء أساء من ذاك اللقطة، كل شيء بقى مستعزب من ذاك اللقطة، حقيقة لا يعقل. باين ذاك الشيء، الشمس في وضوح النهار، واش المدافع ديال بركان كيخرج الكرة على حسب اللي شفنا في التلفزيون، كيخرج الكرة بيدو. كنا كنستناو على أن الحكم القرار ديالو يكون واضح، ضربة الجزاء مع طرد اللاعب وسهلة. إلا به كنشوف الحكم لا يحرك ساكنان، ما مساش للبار. هنا ما بغيتش يفهم بكل صراحة، باقي الآن هذيك اللقطة ما بغاتش تدخل لي، ما بغاتش تهضم لي. هنا فاش كنقولوا حنايا ضعف التحكيم، التحكيم نقولوا ضعيف، نقولوا أنه خلق مشاكل، فرقي كيغوتوا، بعض الفرق مساو ضحية ديال التحكيم. واللقطة كيف ما قلت، اللقطة هذيك ديال اتحاد طنجة مع بركان، راه ما غاينتكم سيد تهضم. ففريق طنجة حقيقة ضاع له الحق ديالو في ذاك اللقطة، وكان يمكن ضربة الجزاء تضرب، يمكن تسجل يمكن ما تسجلش.